صدق خلصت صدق خمس سنين مثل الحلم مرت صدق خلصت أمس طبت الوزاري وتعبت ليلي ونهاري هاكثر صبري يطول عن نتائج والقبول نقابل القنوات والنت بلك تطلع تالي طلعت إلا روح وياها طلعت يلا ألف الحمد لله والشكر نعمة طب أسنان من بعد الصبر فرحة كانت أحلى فرحة بالعمر واشتغل سيل تهاني واشتغل سيل الرسائل والتهاني من الأهل والأصدقاء معطرة بأحلى الأماني ألو خالو نعم شكرا إي دريت بابا عازمكم ترى وأزعل صدق بيوم ما إجيت ألو عمي بعد عمري ألو خالة عمو مو تنسى وتقشمرني برسالة ألو خالة إيه أسمعك شوفي خالة أمس للكلية جينا وكل وثائقنا بدينا تشوفنا تبكي علينا حالة التسجيل حالة سمعي خالة الفحص جبناه والإحالة والتعهد والجنازة والشهايب والبطايق والكفالة واستمارات المليناها اش كثر وش قصور والحرحتي طول شهر قولي داومنا بحذر حتى لو سطر وسطر وبلش الهم والقهر والكوزات تتزخ مثل المطر خالة كل دكتور جاني هو أسطورة الزمان بكل درس كل مختبر شحكي عن باسم الأعسن لو شروق لو سحاب والشرح كله انجليزي خاله دمرني الحوازي الشرح كله انجليزي خاله دمرني الحوازي واني من بعد الشطاره والتميز صرت ليزي وعبرت للثاني قوه بحالتي الضيقه مش سوى خاله ما عندهم مروه سلايدات الأنسجة ودوخة التشريح ويا الفسلجة وباسم زوين استلمنا حرف واحد ما فهمنا وبالأجنة بشرة من تحكي سريع ومطفكنا وياه وينجح وبالأجنة بشرة من تحكي سريع ومطفكنا وياه ينجح وين فن الو باجي بعدك تسمعيني خاله والله لو تدرين دكتوره سناء ايش رزلتنا من رزال الو خاله بعدك تسمعيني خاله والله لو تدرين دكتوره سناء ايش رزلتنا من رزال والله سمتنا حلاليق وتقول انت على المجتمع عاله والله باجي وبالصناعه اوف باجي ما دريت الحالنا سوى الخفاجي والله باجي وبالصناعة باجي ما دريت بحالنا سوى الخراجي كارثة واللي نجح نعتبره ناجي والجراحة عندنا سهلة والعلم جبناه كله من سهى وحيدر معلم واللي زاد الطين بلة وماكو أحلى من الصراحة احنا ضبطنا الجراحة وماكو راحة وبعد ما نريد التفوق وماكو راحة وبعد ما نريد التفوق صار كل همنا النجاح من صعد بالبيريو سينيور أدى جيب اسمه صلاح والله يستر منا باكر ريت أبو الحسنين حاضر ردته يشهد من يكوزنا الجبوري لو محسد لو يجي النجار يرجف لو يجي النجار يرجف ما في داعي بعد يحلف جاكم الموت المؤكد بلوى يا خالة ابتلينا شوفي بلك الخيرة زينة شبكت وتابهت علينا والعميد يمر علينا بكل درس هو يجينا ما درينا يعني هو بكل شيء مختص يمتى يبدي يمتى خلص عمري خالة بس ردت تدعي لي هسه لا تظنين الدراسة هنا وانسى
هن 5 سنين كلهم خاوة بس شلون 5 وإحنا هم الدورة 5 والله يستر ما بقى عندنا أمل إلا الدعاء. هذه دورتنا الوحيدة شافت 3 عمداء صف أول قاسم زوين، ثاني والثالث عباس ويزيد، الرابع والخامس عباس العبودي. هذه دورتنا الوحيدة شافت 3 عمداء باسم وعباس الأول، ما حد على الكرسي طول، باسم وعباس الأول ما حد على الكرسي طول، يوم يومين وتحول والوضع نفسه ولا شفنا أبد، فشي تبدل ردجة عباس ثاني، ردجة عباس ثاني ما أدري راحش قدي ثاني، سكتي خالة سكتي إيش دول أصحاب الجلالة كل من الكرسي حلالة، يلا خالة نوم استأذن يا خالة، ها شنو تريدين أسولف من جديد؟ ماشي راح أرجع وأسولف لك وعيد زين. يا خالة سمعت إيش سوى على الحفلة العميل؟ ليس لديك رصيد كافي لإتمام هذه المكالمة، لا فصل فجأة خلص عد الرصيد بس سمع باسم العميل. وهذه هدية خاصة للسيد العميد أخي عزيزي أبو غفران دكتور عباس العبودي. Excuse me Mr. Dean. Excuse me Mr. Dean because I know where you have been. Because I know where you have been. You were in UK near Her Majesty the Queen. عشت هناك وشفت الدنيا وشفت العالم واصل وين، وجيت هنا أنا تريد تطور بالوضع اللي you have seen بس من أجل المحرومين، وهذول قبالك محرومين. Excuse me Mr. Dean، هذول أولادك فرحانين متخرجين ومحتفلين بس هالحفلة ومودعين 5 سنين، 5 سنين حلوة ومرة وهم وحر وبرد وطين، 5 سنين طول بالك بس لا تعصب، طول بالك بس لا تعصب، ذول عيالك هسه قبالك ملكمين ويا أهلهم حضروا كلهم، حاول حاول تزعلهم بهاليوم وهم زعلانين بهاي الذمة، بهاي الذمة أنا أضمن لك ذول اللمة ذوق وحشنا وشرف ودين، وعلى بختك جا هم منين. اللي بروح ابوك يشرح من الدين. وعلى بختك جا هم منين، من اوروبا من الصين لو جوك من الارجنتين، ولد الملحق وعدهم فرحة نبدي جديد ونقلب صفحة، وهدي ولين والله يعينك الله يعين، مثلك كنا مسؤولين مسؤولية بهالكلية بس اسمح لي وهدي شوية، take it easy ودحكي شوية انجليزي، take it easy Mr. Dean I know how your heart's clean I know you should intervene you think your boys and girls are young teen Hold it midway, in between, plus or minus, around the mean, take it easy, أكثر شحشي، take it easy, أكثر شحشي، لا يا معود، ذول أولادك ما حد إلهم غيرك ما حد، بيك ارشدهم، بيك انصحهم، لا تتهدد، لا تتوعد مستر دين، لا تظل ترجف واقف ثاير بيهم تهتف تقسم تحلف إلا طحين إلا طحين. Take it easy أكثر شحتي، لا يا معود دول أولادك ما حد إلهم غيرك ما حد، بيك ارشدهم بيك انصحهم، لا تهدد لا تتوعد مستر دين، لا تظل ترجف واقف ثاير بيهم تهتف تقسم تحلف إلا طحين، لا تأخذ منهم موقف، عندك موقف أوقف إلهم بالتعيين، عندك موقف أوقف إلهم بالتعيين. شكرا شكرا مستر دين.